رؤية حضرتك يا دكتور كأستاذ لعلم اجتماع، ماذا يحدث؟ هو اللي بيحدث دلوقتي فيه حالة من الاضطراب داخل المجتمع. وما نيجي نبص للمجتمع بتاعنا هنلاقي كل المجتمعات العربية والمجتمعات الخارجية ففي حالة من عدم الاتزان، في ما فيش علاقات إنسانية ودودة وطيبة زي الأول. يعني لما نيجي في العقود اللي في السنة في الثمانينات أو السبعينات أو الستينات أو التسعينات لغاية التسعينات كانت العلاقة الإنسانية ودودة جدا بين الناس وبعضهم، ما كانش في حاجة ما يسمى بالطلاق، والطلاق ده كان يبقى فيه صعوبة بالغة. احنا يعني ما تلاقيش 50 سنة اللي فاتت ارتفعت النسبة من 7% ل 40%، ولذلك ارتفعت النسبة بعد حصل الاضطراب ده. تبص تلاقي النسبة دلوقتي بقت بين 30% وبين 40%، ما عدا الصعيد فقط هو اللي اقل نسبة 25%. مع العلم ان الصعايدة دول ما كانش ما كانتش حالة طلاق واحدة في الصعايدة، لا ده وصلت الى 25%. فعدم الاضطراب والحالة الاقتصادية الموجودة، الفروق الكبيرة جدا في الحالة الاقتصادية بين الافراد بتلعب دور. نمرة ثلاثة، الزواج، الاختيار في الزواج بعكس القديم. لما يجي نشوف الافلام القديمه جدا زي مثلا نشوف ماري منيب، اما كانت تروح تخطب لابنها، خدت بال حضرتك، او تخطب لحد يكون قريب منها، شوفي كانت بتعمل ايه في العروسه، كانت بتختبر العروسه في كل الاشياء علشان نبقى ضامنه عروسه جايه او واحده جايه بتعيش العمر كله. ما فيش زي يعني شعراء والبندق والاسنان والحاجات دي، ده عشان علشان ما اسباب، يعني ما ده سبب رئيسي، ما هو الاختيار. بص يعني واحد يروح يطلع مراته عشان شعرها مش حلو ولا مش عارف تكسر البندق؟ لا ده انا بقول لك، لا خلي بالك نسب الطلاق الاول ما كانش فيه طلاق علشان كان بيتم الاختيار، لان لابد ان يكون يعني في توافق بين الزوج والزوج. هي القضيه دكتور ان دايما بيقال العلماء ان هي طبيعه الرجل التعدد، أو طبيعة الرجل التعدد، لكن مع ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية والضغوط النفسية الشديدة التي تجود يعني بيمر بها، لا يمكن في تعدد. إذا كان المشكلة الطلاق اللي موجودة دلوقتي هي عدم قيام الأزواج بأدوارهم، ولذلك ده جزء، لكن جزء في جزء مهم آخر يتعلق بالفكرة اللي احنا بنناقشها النهاردة، إنه يبحث عن زوجة أخرى ولأسباب من الناحية الموضوعية تبدو غريبة شوية. هو عنده كل حاجة يعني. هو عشان ما يعني اللي بيبحث ده مش عاوز يتحمل مسؤولية، ما عندوش أمن وأمان نفسي، لأن زواج إيه؟ الزواج ساكن ورحمة، خدت بالك؟ مواد وسكن ورحمة. إذا كان هو فقد المواد والرحمة والحاجات دي يروح للجمعية بقى.